تقييم سريع كده، عنوان للجولة الأولى من بطولة يورو 2020 من وجهة نظرك. يعني اختصارا زي ما انت قلت، مش هختلف معاك ان البداية ما كانتش مبهرة زي ما كنا منتظرين. كنا منتظرين ان يعني الدخلة تبقى تشدنا اكتر من كده، لكن خلي بالك برضو كل البطولات اللي بيبقى فيها عدد منتخبات زيادة دايما الادوار الاولى ما بتبقاش على المستوى المطلوب، وبيبدأ بقى من الادوار الاقصائية المستوى بيزيد، وكمان دايما في الجولات الاولى لكل البطولات الكبرى بيكون لسه في استكشاف، كل منتخب بيستكشف البطولة بيستكشف المنتخب الثاني، فكرة ان برضو 11 مدينة وتنقلات و فبرضو دي ما خلتش المستوى يوصل لل 100% اللي احنا منتظرينه، لكن في بعض اللقطات وبعض اللمحات وحاجات لذيذة استمتعنا بيها خلال الجولة الاولى. وبشكل عام الكورة والاوروبا يعني بالنسبة لنا حاجة مبهرة حتى لو ما فيش مستوى في الملعب. هي مبهرة طبعا، ما فيهوش نقاش. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل، تعالى نشوف كده اهم العناوين الصحف الاوروبية قالت ايه عن بطولة اليورو بعد أو أثناء الجولة الأولى من المواجهات. البداية هتكون مع سبورت الأسبانية طبعا، الصحيفة يمكن اهتمت بنهائيات أمم أوروبا وكتبت عن منتخب أسبانيا تحديدا. بيدري يطلب الرسمية، وعن فوز البرتغال على المجر كتبت 3-0 مع هدفين كريستيانو رونالدو، وعن فوز فرنسا على ألمانيا كتبت فرنسا تفوز في النهائي الافتتاحي. نروح لتوتو سبورت. توتو سبورت يمكن ركزت على أخبار أمم أوروبا وكتبت عن إيطاليا وسويسرا الثلاثي للظهور، وعن فوز البرتغال وتسجيل رونالدو الهدفين تصدر بهم هدافي البطولة مع لوكاكو. طبعا كتبت كريستيانو رونالدو هدفان من الأبطال. الصحف كمان اهتمت بنشر الكلام على أو الموضوع عن الدنماركي طبعا كريستيان إريكسن، وكتبت وحطت صورة ليه على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت إريكسن الابتسامة التي كنا ننتظرها. هقف معاك طبعا دكتور وليد على موضوع إريكسن لأنه شغل العالم كله الحقيقة، وفي لقطات كتير جدا محتاجين نتكلم فيها. نروح لأس الأسبانية. الحقيقة يمكن برضو رونالدو يمكن كان نجم الجولة الأولى، يعني أعتقد أنه لفت الأنظار بشكل كبير جدا، وطبعا كان واحد من أهم الأسباب اللي أدت لفوز المنتخب البرتغالي على المجر وتسجيله لهدفين، وسجل عدد من الأرقام القياسية في البطولة، وكتبت إله نهائيات أمم أوروبا. كمان اتكلمت على فوز فرنسا طبعا على منتخب ألمانيا 1-0 بهدف بنيران صديقة هاملز طبعا، وكتبت هدف عكسي ذهبي، وأيضا اتكلمت على لقاءات النهاردة. نروح لسان سبورت. سان الحقيقة كتبت وركزت أكتر على تصريحات هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي وتوتنهام اللي تصدر الصفحة الرئيسية، وكتبت أنه قائد منتخب إنجلترا عنده رغبة في تسجيل هدف زي هدف تشيكي باتريك تشيك، يمكن هدف الجولة أعتقد أكتر الأهداف اللي حظيت بإقبال، وكتبت هاري كين سأسجل هدفا من 50 ياردة مثل تشيك، وهاري كين يحذر منتخب اسكتلندا. كمان اهتمت بلقاء منتخب ويلز ومنتخب تركيا في نهائيات أمم أوروبا، وركزت كمان على تصريحات جاريث بيل. نروح لماركا الإسبانية. حقيقة ماركا يمكن ركزت برضو على كريستيانو رونالدو، حطت في الغلاف كلام على كارلو أنشيلوتي اللي بينتقل طبعا لريال مدريد، ده بره طبعا أمم أوروبا، وكتبت عن فوز فرنسا على ألمانيا 1-0 كلاسيكو كان تكريما لكرة القدم. نروح لميرور البريطانية، ميرور سبورت، اللي قالت ركزت الصحيفة يمكن بشكل كبير على طبعا ماتش انجلترا المقبل، ده واحد من الماتشات المنتظرة اللي هيكلمنا عليه دكتور وليد طبعا بالتفصيل، انجلترا ضد اسكتلندا، وعن رغبة هاري كين ايضا في احراز الميك ذم تشيك، يعني كناية طبعا عن هدف تشيك الشهير اللي احرزه في البطولة. كمان كتبت على تصريحات جاريث بيل قبل مواجهة منتخب ويلز لتركيا، وقالت جاريث بيل بيقول سنقوم بإسكات جماهيرهم. نروح لليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز فرنسا طبعا في الافتتاحية قدام ألمانيا 1-0، لقاء شايفه كان مخيب للأمال، وكتبت طبعا أنه فرنسا فازت 1-0 زي 2018 كومون 18 زي ما تصدرت العنوان أو الصفحة الرئيسية في الجريدة.